هي حامل، هي حامل في كويس الشهر السادس تمام. يعني، وهي بتزيد في الميزان يعني، الوزن تبعها بيزيد كثير. وزنها كام؟ وزنها يمكن 96 كيلو. طولها كام؟ والله مش عارفة، بس يمكن خليني اديكي معلومات. 67. 1.67 تمام. هي تعمل ايه؟ اي ريجيم تقدر تعمله ما يضرهاش هي وما يضرش ابنها. تمام. خلصتي ولا عايزة تقولي حاجة تاني؟ خلاص تمام. بصي اديكي شويه بس معلومات كده اساسيه. اولا ما فيش حاجه اسمها ان انا ادي نظام غذائي لشخص بالنسبه لي مش موجود معايا، دي كده رقم واحد. لكن انا اقدر اساعدك في حاجه مهمه. انا ما حد بيجي لي العياده باخد منه سنه ووزنه وطوله وحالته الصحيه ونمط حياته، بيصحى الساعه كام، بينام الساعه كام، ميعاد الفطار، الغداء، العشاء، نوعيه الاكل فيهم، ايه الادويه اللي بتاخدها، هل الدكتور الناس اللي ماشيه معاه، هل حملت من قبل، ما حملتش من قبل، طب الحمل كان طبيعي ولا قيصري. المعلومات دي كلها باخدها بناء على هذه المعلومات، استطيع ان انا اساعد الشخص نفسه. لكن انت بتتكلمي مثلا وليكن عن شخص هو مش موجود، فمش هنعرف نجيب منه بيانات دقيقه، فما ينفعش ان احنا نديله نظام غذائي دقيق. هندي نظام غذائي لشخص عشان نديله نظام غذائي دقيق لازم يبقى المعلومات دقيقه بتاعتنا. دي كده النقطة رقم واحد. النقطة الثانية اللي أنا عايز أقوله لك، في هناك زيادة طبيعية أثناء الحمل وهناك زيادة غير طبيعية. بالنسبة للزيادة الطبيعية ممكن من 8 ل 10 كيلو زيادة، مثلا أنت بتقولي هي في الشهر السادس، فمن 8 ل 10 كيلو زيادة في الشهر السادس على الوزن الطبيعي بتاعها يعتبر طبيعي بالنسبة لها، لأن هو في شخص موجود جوه واخد حمل واخد زيادة تلقائيا، هذا شخص ينزل، فهناك زيادة طبيعية على أساس إن هي بتبقى حامل، بس زيادة استثنائية أثناء فترة الحمل، وهناك زيادة غير طبيعية. القاعدة الأساسية بتاعتنا عشان ننزل الوزن لازم نعرف هل هناك سبب للسمنة، مثلا غير نمط الحياة الخاطئ، يعني مثلا وليكن هل هي بتاخد أدوية معينة لمرض معين، هل هي صحيا بخير، عندها أمراض معينة، فهي اللي بتاخد اي ادويه لازم انها تطلع على الادويه اللي بتاخدها. هناك ادويه كثيره بتزود الوزن، فلازم نعرف ايه الادويه اللي بتاخدها علشان نعرف نقيم الحاله بالظبط، وبعد كده نقول لها نظام غذائي تمشي عليه. لكن اللي انت تبقى عارفاه ان الزياده الطبيعيه بالنسبه مثلا لشخص لحد حامل، الزياده الطبيعيه بالنسبه لحد حامل ممكن من تبقى من 8 ل 10 كيلو، ممكن